مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتعرفوا على أحد عمالقة البرامج ديال المونتاج ديال الفيديو. هذا البرنامج كيساعدنا باش نديروا المونتاج ديال الفيديو، سواء ديال الصور ديالنا أو المقاطع ديال الفيديو اللي كناخذوهم بالكاميرات ديالنا، ونديروا لهم واحد المونتاج احترام، يعني بطريقة احترافية كتمكننا باش نديرو مقدمة للفيديو ديالنا ونزيدو مجموعة ديال التأثيرات الجمالية عليه. إذن هذا البرنامج كما سبق قلت لكم هو كيتسمى كامتازيا ستوديو. إذن باش نحصلوا عليه سيفي، باش نديرو فتحنا فيدا جديدة ونكتبو تيليشارجي، ونكتبو تيلي شارجي كام تازيا ستوديو. اذا نقرا على انطري، اذا هما مجموعة ديال العناوين. انا كنفضل باش تمشيو لهذا العنوان اللي هو لو سيت، يعني اوفيسيال، الموقع الرسمي ديال البرنامج. اذا نضغطوا على هذا، هو كيحملنا الى هذه الصفحه اللي كنلقاو فيها، يعني هنا جوج ديال الاختيارات، هنا ايسي غراتوي يعني تجربه مجانيه، وهنايا اشوتي مانتونو يعني واش يمكن لك تشري الان. نذكركم بان البرنامج هو ماشي مجاني وانما مؤدعا، ولكن كيعطيك هنايا في التجربه المجانيه مده 30 يوم يمكن تستعمله. ومن بعد كاين طرق، مجموعه ديال الطرق كيفاش تاكتيفيه، كيفاش تكراكيه. إذن ما عليكم إلا البحث في الانترنت وغادي تلقاو الطريقة كيفاش نتجاوزو هاد ديال الشراء ديالو. إذن نكليكيو على إيسي غراتوي، من بعد ما تيسي كيطلب منكم هنايا باش تدخلوا الإيميل ديالكم، لأن هذا مهم وضروري ممكن مهم جدا. دخل هنايا مثلا الإيميل ديالي، إذن ضروري باش تدخلوا المايل ديالكم هنايا. ومن بعد هنايا جوج عندنا جوج ديال الاختيارات هنايا، المهم الوين هنا غادي نختاروا. الا كنتو كتستعملوا الويندوز غادي تكليكيو على الويندوز، ولا كنتو كتستعملوا الماك غادي تطوا على الماك. إذن هنايا عندنا داونلود تريال، وهنا ايميل مي اولانك، يعني هذه داونلود تريال بمعنى انه غادي تاخذ النسخة التجريبية. إذن إلا كليكيت هنايا غادي يعطيك هنايا، غادي يقول لك ودي فين باغي تحفظ، يعني فين باغي تخزن هذا البرنامج ديالك. أنا تختار، أنا مثلا سآخذ غادي نختار البيرو، وغادي نضغط هاد النقطة على أونروجيستري، وهو غادي يبدي يتيليشارجي. إذن أنا هاد سبق لي تيليشارجيت هذا اللوجيسيال، هو موجود عندي هنايا. إذن ملي كتيليشارجيه كيعطيك واحد الأيقونة، واحد ليكون اللي هو هكذا كامتازيا. إذن باش أنستاليوه كيفاش يمكننا ندير التسطيب ديالو أو التثبيت ديالو في الكمبيوتر ديالنا، كنكليكيو جوج المرات عليه وكنتظرو على أساس أنه يبدا التسطيب ديالو. إذن برنامج في الكمبيوتر ديالي، غادي نتجاوزو هاد المرحلة، وانتوما غادي يمكن لكم تكملوا، يعني حتى تكملوا تدير كيتي هو كيعطي. أني لي هنا كونسول، إذن ملي يتم تسطيب أو التثبيت أو الانستالاسيون ديال البرنامج ديالنا، كيعطينا هاد الأيقونة هنايا، هذه هي الأيقونة ديالو. إذن إلا بغينا نشتغلو عليه غادي نحاولو نقلو، ها هي الأيقونة. ملي كنفتحو البرنامج ديالو هي هذه الواجهة ديالو، عندنا هنايا فايل اللي هما نيو بروجي، واش باغي نديرو بروجي، واش غادي نفتحو بروجي. الا قلنا نيو بروجي بمعنى غادي نديرو
مونتاج جديد. وإلا قلنا اوبن بروجي بمعنى ان راه عندنا واحد المونتاج اللي سبقنا بدينا نديرو فيه، ولكن مازال ما سليناش، نحاولوا نفتحوه ونكملوه. هنا ساب بروجي يعني ملي نساليو كيفاش يمكننا نديرو الحفظ ديال المسؤولين. هادي نشوفو من بعد هنايا ايديت فيو، هذه يعني هذه مسائل الانترفاس، هي مساله سهله وسهله جدا. اذا هنايا عندنا ريكور ذا سكرين، يعني الطريقه اللي كنخدم بها انا الان دابا هي التصوير ديال الشاشه. الا كنت باغي ندير التصوير ديال الشاشه ديالي انا كيف كان ندير انا دابا راني كنشتغل به، ونضغط هنايا. والا كنت باغي ندير يعني مونتاج ديال الفيديو، سواء بالصور مجموعه ديال الصور ولا بمقاطع ديال الفيديو، كنجي هنايا عند امبورتد ميديا ونكليكي هنايا وندير له امبورتد ميديا. اذا هنايا فين كاين، حنا كيحيني على فين عندي، كيقول لي فين عندك انت، فين راك فين هاد المقاطع ديال الفيديو هاد الصور ديال في البيس ديالك باش تجيبهم. اذا غادي نشوف انا مثلا هنايا، انا مثلا الفيديو اللي غادي نجيب عندي في الفيديو هنايا، عندي مثلا في ايشونتي دو فيديو هو هاد الفيديو، نكليكي عليه وندير له هنايا فوفرير فتح، وهو وهذا الفيديو جبناه حطيناه في التايم لاين ديالنا. نحاولوا نشوفوا مزيان واحد ملي كنكليكي على هذا الفيديو ديالنا، ها هو. إذن دابا حنايا الفيديو ديالنا هو في لابيس ديالنا، ولكن بغينا نديرو واحد المقدمة حنا لهذا الفيديو ديالنا قبل. إذن باش ندير مقدمة كنجي هنايا وكنكليكي على الليبراري، يعني المكتبة ديالي. في المكتبة ديالي كنلقى مجموعة ديال المعطيات. المعطى الأولى أنها كنلقى الموسيقى، يعني واحد المجموعة ديال الموسيقى اللي هي كاينة في البرنامج. إلا بغيت نسمع يعني نشوف نتيستي هاد الموسيقى، خصني نكليك عليها جوج مرات ونسمع الموسيقى. كنا نضيفوها. وكاين من مور الموسيقى كنلقاو لي تام، ها هما هاد لي تام ديالنا. وهاد في كل تام كاين مجموعة ديال لي تام. دابا إلا بغيت نكليك على شي وحدة نشوف كي داير هاد لا تام ديالي، هي هادي. بمعنى أنني أنا إلا بغيت نزيد هاد، يمكن لي نغير هاد الكتابة. الا عجي غادي نشوفو مجموعة ديال النماذج، شوفو اللي تختار بينا. غادي نحط على العين، كاين هادي، كاين واحد المجموعة. غادي نحاولو مثلا حنا نختارو هادي. اذا كيما باش نختار نجيبوها، غادي نديرو كليك دروا كيما قلتلكم قبيل، نديرو لها اد تو تايم لاين او بلايت، وهو غادي يجيبها لنا هنايا. اذا حنايا هاد المقدمة ديالنا كيما كتعرفو الفيديو دائما خصها تكون هي الاولى. إذن يمكن لي نسحبها نمشيها هاك وهاك هنايا، ولكن ملي جبتها هنايا لي نكليكي عليها راه عندي هنايا واحد لو سيني بليس، هذا كيمكن لي نزيد لي تراك هنايا. يمكن لي نغير هاد الكتابة، نغيرها وندير الإضافات لي شغل لي أنا. ندير هاي نحيدها ونكتب مثلا الاسم ديالي أنا مثلا. هاد الاسم ممكن انني ملي نسيليكسيونيه ممكن نغير اللون ديال الكتابه ديالو، نرجعو مثلا بالاحمر. كما كتلاحظوا يمكن لي نغير في القيمه ديال لا بوليس، نكبر ولا نسخن مثلا ندير 72. يمكن لي كذلك اننا ندير واحد المجموعه ديال ندير لي بوردير لو تكست ديالي. يمكن لي ندير يعني واحد مجموعه ديال الاضافات، يمكن لي هنايا نديرو في الوسط او في اليم على اليمين او على اليسار، ونشي هنايا وهنايا. يمكن لي حتى هنايا نحرك اولا هذا، نقدر نديرو هنا فين بغيت ندير انايا، ونقدر لي يمكن لي نلعب بهذه زيكزاكي فين ما بغيت نمشي انا. ولما كيعطيني هاد لي دروا راه كيوريلي فين يمكن لي انا نلعب، شحال ما انا كنجبد في هذه كيف ما كتلاحظوا. والاسم ديالي هنايا كيبان باش نبين الاسم ديالي، راه يمكن لي نعدل عليها كيف بغيت انايا. نحاولوا نخليوها هكا مثلا. اذا كما كتشوفوا هنايا هي ما راهاش جايه في الاول،
إذن باش نديرها في الأول، لأن هذه كمقدمة مثلا للفيديو ديالي. نكليك هنا، هذه يمكن لي نسحبها دائما هنا، ونكليك على هذه يعني نسيليكسيونيها ونجيبها لهودها هنا، ونجيب هذه هنايا ونلاقيها. يمكن ندير بحال هكذا. دابا الا بغيت نسيي هانتوما تشوفوا، هذا هو اللي كيعطيني هنا يعني، هذا خصني دائما بلاصه هو الاول، ونوطا هنايا على بلاي، وهادي بدي هانتوما تشوفوا هو كيعطينا المسائل ديالنا، وهو غادي يدخل لنا الفيديو ديالنا. اذا الا بغيت نقص انا مثلا في هذيك، في هذه جاني الوقت ديالها بزاف، ما بغيتهاش تجلس بحال هكاك، راه تسيفي باش هنا كنقدر نلعب عليها، نقص ونزيد فيها. بحال مثلا اوليو باش مثلا تقعد 3 سكوند، هاد المقدمه ديالي باش تقعد 3 سكوند، نخليها انا غير 2 3، ما يهمنيش. غادي نجي هنايا ونشوف مور، ونشوف كابشيون برونكلي. هاد كابشيون هنا يمكن لي نكليكي ونكتب شنو بغيت، نكتب مثلا فوتو، غادي نكتب فوتو. هاد الفوتو يمكن لي نفس المشكل انني نخدم عليها، غير ندير اللون ديالها، يعني نسير ملي نسيليكسيوني هنايا نبدل اللون ديالها، ندير اللون ديالها بالاحمر ولا بالخضر ولا بالزرق ولا اللي بغيت هنايا، يصير في تكون سيليكسيوني، ونكتب هنايا ها هي هاد الفوتو ديالي هنايا. كتشوفوا هاد الفوتو ديالنا، وهنايا ملي تجيو هاد الفوتو ديالنا، راه حنا كان ممكن اننا الى رجعنا ليها، راه حنا نقدروا نعطيوها لا بوزيسيون اللي بغينا حنا. هاد الفوتو ديالنا نقدر نزيدها هنايا، انه هنايا نقول الفوتو ديالي، ويمكن لي نزيد مثلا انا كنت مشي كنا نرجلها فين تبغي نوقف هنايا، مثلا إذا جاتني كتيبة بغيت نوقفها، نجي هنايا نكليكيها ونقص منها، نقولها وصل غير هنايا، وهنايا ممكن عاوتاني نزيد كتابة أخرى. مثلا هنايا ندير في كرير هنايا، بحال نقولو مثلا لا ميغ، و جو سي با جو في كرير، وغادي نزيد، ولكن خصني الرجل بهادي هنا مثلا، يا خصني نخليها هنايا. الى غير ذلك، يعني بما انني في ما بانت لي نكتب نزيد شي كتابه ولا ممكن لي نزيدها. كاين واحد القضيه اخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها، كما كتشوفوا هنايا كاين مساله ديال الزوم. الى ها دابا هاد الزوم كيفاش يمكن لي نخدم هاد اللزوم، يقدر نزيد فيه ها، ويمكن لي نزوم به، نحركه فين انا المنطقه اللي بغيت نزومي عليها نزومي. هذا هو دور ديال الزوم. اذا كنت غادي عادي نرجع المسائل ديالها الى لا ديمونسيون اللي كانت عليه في الاول. اذا يمكن لي نزيد موسيقى كما كتشوفوا دابا حنايا الفيديو ديالنا نورمالمون فيه الموسيقى، ولكن هاد المقدمه ديالنا ما فيهاش الموسيقى. اذا يمكن لي نزيد موسيقى، نجي هنايا سواء نمشي لا ليبريري اللي عندي ديجا هنايا ديال كامتاسيا ستوديو، اللي هما دايرين واحد المجموعه ديال الموسيقى ديالهم، وناخذ وحده، ولا يمكن لي نجيب وحده من عندي انا. مثلا نكليكي هنايا امبورت ميديا، ونجي الموسيقى ديالي مثلا انا عندي هنايا، ونختار اي موسيقى مثلا هذه، ونضغط على اوفرير، وعاد تجيني هنايا وعادي ندير لها اد كليك دروا اد تو تايم لاين. دابا ها الموسيقى ديالنا وصلت. الموسيقى ديالنا كيف ما كتشوفوا هي طويله، يمكن لي نقص لها. اذا باش نقص هنايا وكذا كنجي هنا، ولكن نجي هنايا يمكن لي نقص كما اردت.
نخليها غير هكذا نجي هنايا. هذا كيعطيني غير كيبين هنا في التايم لاين ديالنا الكبر دي ديمونسيون ديالنا كيف نبغي انا. انا اذا غادي نهودها هاد الموسيقى ديالي نهودها باش تجي مقاده غير مع المقدمه ندير هكذا لان الاخرى ديجا فيها موسيقى. اذا غادي نجي هنا ها هما كتشوف لا لين الصفراء هي اللي كتبين لك بان راه مقاده. دابا الا جينا بغينا نسيي ونشوفوا بلي غادي تبدا مع الموسيقى في المقدمه ها هي الموسيقى اللي كتبدا دابا من بعد الموسيقى كتمشي. اذا قبل ما نجي نوريكم واحد الفريق واحد اخر اللي هو دابا هنايا ما بين هذا يعني هذا واحد المورسو ديال لا فيديو وهذا واحد المورسو اخر. اذا ما بينهم بيناتهم غادي نديرو دوك الانتقالات يعني هاد لي ترانزيسيون ضروري ديالنا باش تعطينا واحد الانتقال من فيديو لفيديو كيعطي لنا بواحد الطريقتين جميله. اذا كنجي هنا كندير نوطا على ترانزيسيون وكنختار اي وحده. الا بغيت نعرف كيفاش دايره نوطا عليها جوج مرات غادي تشوفها هنا كيفاش كدير يعني هادي في اللي كدير. الا بغيت ندير هادي مثلا نجي وندير لها اي اد تو سيليكت بحال نقولو مثلا في راني داير لا سيليكسيون ديالي. غادي نجي هنايا ونوطا عليها بالكليك دروا وندير اد تو سيليكت. اذا نكليكي على هنا وهنا باش تكون عندي لا سيليكسيون ونجي هنايا اد تو سيليكت وهي كتغير الى كتلاحظوا يتزاد هنايا. اذا نشوف الانتقال من 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 من, من, من المقدمه للفيديو غادي يكون بطريقه اخرى ماشي بحال الاخرى. يعني كاين واحد الطريقه تقنيه. كاين كذلك بالنسبه للموسيقى بالنسبه للموسيقى هنا يمكن نوقفونا هذا هو دائما نمشيو اللي كان ديبلاس. بالنسبه للموسيقى هنايا نمشيو الاوديو فوليوم. هنايا الفوليوم ديالنا ديال الموسيقى ديالنا نقدروا نتحكموا فيها نقدر نصغر فيها ونزيد كيف بغيت انا. الا بغيت نقص الموسيقى نقصها من هنا بغيت نخليها هنايا ولا هنا كيف ما كتشوفوا ها هي يمكن لي نتحكم فيها. كاين عاود فاد ان فاد اوت. هذه لو درنا فاد ان اذا لاحظتوا ها انتم تشوفوا كيدير لي هنايا واحد التدرج. يعني علاش دار لي في هذه ولا علاش في هذه؟ لان انا راني مسيليكسيوني غير هذه. الا بغيت يدير حتى في هذه غادي نزيد نسيليكسيونيها وندير له فاد ان وغادي يديرها حتى في مقدمه. دابا الا بغينا نديرو فاد اوت دابا نوطاو عليها وتشوفوا فاد اوت ها هو كيديرها لي هنايا ونزيد حتى هذه نسيليكسيونيها دائما وندير فاد اوت بمعنى نديرو التجربه ونشوفوا واش هي الملاحظه. كتلاحظوا بان ديك فاد ان وفاد اوت بمعنى ان الموسيقى كتبدا غير بشويه من بعد كتشد لو ريتم ديالها ولكن في النهايه ملي كتبغي تنتهي الموسيقى كتبدي تنتهي شويه بشويه. يعني كاين واحد الجماليه في هاد فاد ان وفاد اوت. الا بغيت ندير سيلونس بغيت سيلونس يعني نقدر نضغط هنا مثلا عطاني سيلونس وغادي تشوفوا ما غادي نزيد ولكن ما كاينش موسيقى لاني انا راني داير سيلونس. كاين قبل ما نساليو هذا لا فيديو اللي ربما هي طويله لان كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما يتقالوا في هذا البرنامج ولكن ان شاء الله الى في المستقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نفصلوا بالديتاي فيهم. اذا الا بغيت انا نقطع شي مقطع ديال لا فيديو ديالي ما عجبنيش كنت نصور وكاين واحد المقطع اللي ما خصنيش نديرو في لا فيديو اللي خصني نحيدو. اذا اول حاجه خصني نديرها خصني نكون مسيليكسيوني هذاك لا فيديو. نجي هنايا لواحد هي من كنحط عليها الكرسي كيكتب هنا سبلايت بمعنى انه حد هذاك تحديد واحد الحد واحد لانيميت اللي كنديرها. اذا نوط عليها انت ما كتشوفو كيتغير اللون ديال لا سيليكسيون ونبقى غادي حتى البلاصه فين تعجب فين يعجبني نقول اودي هنا بون هاد لابارتي خصني نحيدها. نجي نحبس لا فيديو ديالي نولي نسيليكسيوني ونولي لهاد السبلايت عاود نوط عليها يعني بحال كندير جوج الحدود ونجي بحال نقول مثلا هاد لابارتي ديال الفيديو اللي باغي نحيدها نسيليكسيونيها. ندير عندي جوج ديال الحلول اما ندير كليك دروا ونوط على ديليت وهانتوما تشوفوا المرسول ديالي مشات ونجيب هاد المرسول اللي كان عندي ونلاقيه. ولكن الطريقه اخرى يعني نحاول نرجع الطريقه الاخرى هي غادي نوط على كنترول اكس في الكلافي ديالي وكيتحيد. اذا هنا كيمكن لي هذا هو اللي علاش
كما قلت لك في الاول كيمكن لي ندير التركيب ديالي واحد المونتاج ديال الفيديو ديالي بطريقه احترافيه، لان ما كنش كنصوروا لي فيديو بزاف ديال لي مورسو، بزاف ديال لي في، بزاف ديال اللقطات اللي ما كيعجبوناش، ولكن هذا هو البرنامج اللي يعطينا هذا الاختيار ديال اننا يمكننا نحنش نديروا المورسو اللي عجبنا ونحيدوا المورسو اللي ما عجبناش. دابا كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الحوايج اخرين اللي خصني نقال، لان الوقت راه دابا ديجا في 17 دقيقه، وراه اذا غادي نضطر نوقف. قبل ما نوقفوا دابا لا فيديو ديالنا درنا لها المونتاج ديالها، ولكن كيفاش نديروا لا برودكسيون ديالها؟ باش نديروا لا برودكسيون يعني الانتاج ديال لا فيديو ديالنا، نجيو هنا نشوفوا هنا كاين بروديس اند شار، نكليكيو عليها برودي ونكليكيو على بروديس اند شار، كيعطينا هنا واحد المجموعه ديال الاختيارات. كيعطينا هنايا يمكننا نختاروا لي كاليتي ديال لي فيديو ديالنا، واحد المجموعه ديال، ولكن انا كنصحكم باننا دائما نخليو هذا الاختيار ديال ام بي 4. هاد الام بي 4 يمكن اننا نديروها في اليوتيوب او يمكن نديروها عبر الانترنت، فهي